السلام عليكم، اشنو الفرق ما بين الكراج اللي كيكونوا في الدار وكذلك الكراجات اللي كيكونوا كندوزوا بهم الامتحان ان شاء الله؟ بالنسبه للناس اللي مقبلين باش يدوزوا الامتحان راه مهم لهم هذا الشيء هذا اللي غادي يسمعوا، وكذلك حتى الناس اللي عندهم بيرميات هذه مده ومازال عندهم تخوف من الدخول ديال الكراج. نفس العبارات كاينين، هذا العبار اللي غادي نعطيكم اليوم ان شاء الله اللي غادي نديروه تطبيقي. الناس اللي مقبلين باش يدوزوا الامتحان صالح لهم، وكذلك الناس اللي كيبغيو يدخلوا الكراجات اللي عندهم في الديور. نتوما كتعرفوا هاد الكراجات هادو كيجيهم التخوف وكيخافوا من دوك الحيوط ودوك السواري اللي كيكونوا في دوك الكراجات. غادي نعطيكم جوج د العبارات مهمين غادي تدخلوا، وزياده على داك الشيء ان الطوموبيل تحكموا فيها تمشي غير بشويه. حنا ملي نبغيو ندخلوا كنمشيو بالطوموبيل، دير بروميان ديالك تمشي بالطوموبيل، وحاول ما امكن تحافظ حتى على داك الحاجز اللي عطاكم داك الخط القدام ليه ما تفوتوش بالطوموبيل. تمشي الطوموبيل نيشان، تو هاد المرايه هادي نيشان مع داك العود الاولاني، فهمتي؟ كتقدوها نيشان، من بعد كتوقفوا، يعني كتكون جاي كتقاد هاد المرايه هادي مع هادي، كتجي اون فاس، نتوما كتكونوا جالسين كتجي اون فاس مع العود كتوقف. هذا هو العبار الاولاني. وبالنسبه للكراجات هذا هو الساريه الاوليه، راه الكراجات غير ساريه، كاين الساريه الاولى وكاين الساريه الثانيه، يعني كتقادوا هاد المرايه هادي هي الاساس. ملي كتجيك المرايه مع العود تما شنو خصنا نديرو؟ تما كندورو كلشي لليسار، حيت حنا غندخلو لليسار كندورو كلشي لليسار بحال هكا، كدور ها الروايد دارو لليسار، غادي بشويه الاتجاه ديال الكراج ديالك، يا ديال الدار يا ديال الامتحان، غنبقاو غادي نشوفوا السياره هي كيفاش ماشيه بشويه. ولكن واحد النقطه مهمه خصكم ديروها هي ملي توصل للباب ديال الكراج، هذا الباب ديال الكراج كما بغى يكون، غادي شنو غادير؟ غتوقف، غادي توقف حتى تشوف الطوموبيل هكا تقدم صافي وقف هكا. اشنو اللي خصنا نديرو؟ هي كنجيو البولا، يعني كتكون واقف كدور نص دوره، دور نص دوره هكا، ها نص دوره، وكتزيد ليها دوره كامله هكا. برافو عليك، دابا الرويده راه مقادين شتيها، ها هي دابا الرويده راه هما مقادين، ها هي دوره ونص. من بعد كتخلي التكنيشان كما قديناهم وكتدخل بالطوموبيل، زيد دابا بالطوموبيل ويدك ميزان كما كنقولوا باش ما تقيش هاد العود هذا اللي هنايا، هذا هو الاساس. وحتى ديك السياره الذكيه راه الا قصتي هاد العود هذا مثلا هاد الاعمده هادي قصيهم كيعطيوهم في السيستم بان قصيهم بحال هكا. دابا الطوموبيل هي راه داخله للكراج، دابا هي الطوموبيل راه دخلات، دابا غادي نديرو مارشاريان ونخليو يدينا كما هما، نديرو مارشاريان اجي لهنا نوريهم، ويديك حاول ما امكن يبقاو بجوج بهم هكا كما كتشوفوا، وغترجع مارشاريان نيشان كما دخلتي نيشان، غترجع نيشان، رجع نيشان شويه عليك، الى حتى كنخرجوا كما دخلنا للكراج نعاودوا نخرجوا من الكراج بهذه الطريقه هذه نيشان زيد حتى كتخرج لك الطوموبيل، حتى تشوف الطوموبيل خرجت لك من الكراج بحال هكا وقف هكا. من بعد كندوروا كلشي لليمن، دوروا كلشي لليمن هكا. حنا دابا خرجنا من الكراج صافي، ما بقيناش في الكراج، دزنا المرحله ديال الامتحان مزيان، نرجعوا شي شويه اللور، رجع شويه اللور هكا، كنمشيو لهذا الاتجاه صافي بركه عليك هكا. من بعد كندورو كلشي لليسار هكا باش كنمشيو بحالنا كنكونو دوزنا المرحله ديال الكراج. ها حنا دوزنا دابا درنا كلشي لليسار، درنا بروميان، غادي نمشيو بحالنا كنكونو اننا سالينا المرحله ديال الكراج ودخلنا لهنايا كما شفتوها انتما هاد الاعمده هادو دخلنا ليهم وعاودنا خرجنا بكل امال وجوج د المراحل. غير ما تنساوش ملي تكونوا هنايا واقفين باش تدخلوا الكراج خلي يدك نيشان بجوج هكا باش انك تدخل ان شاء الله للكراج، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع.